السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباح الجميع. اليوم هنكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى المحاضرة السابعة. المحاضرة السابعة تقريبا كان لنا فكرة عنها في بداية اللي هو الفصل، ألا وهو shapes of organic molecules، شكل اللي هي المركبات أو الجزيئات العضوية. طبعاً هذه الأشكال مرت علينا في أكثر من مناسبة وأخذنا أمثلة، لكن اليوم نأخذها بنوع من التوسع. طبعاً عندنا حاجة اسمها الأيسومرز. الأيسومرز طبعاً كلكم عارفين الأيسومرز اللي هي المشابهة الجزيئية. What we mean by isomers. What we mean by isomers. طبعا الايسومرز substance is that have the same number and kind of atoms, that is the same molecular formula but different in structure formula. تمام، ماذا نعني بهذا الكلام؟ المركبات لها نفس الصيغة الجزيئية ولكن تختلف في الصيغة البنائية. أعيد كمان مرة. Isomers, compounds have the same molecular formula but different in structural formula. أعيدها كمان مرة. لما لا هذا الموضوع من أهمية ويجب أن ندقق على هذا الموضوع، وإن كان صغيرا فهو في حيزه كبيرا جدا. Isomers المشابه أو الأيسومري اللي هي اتفاق المركبات، اتفاق المركبات في الصيغة الجزيئية واختلافها في الصيغة البنائية. Isomers that means compounds have the same molecular formula but different in structural formula. الأيسومرز لو أجينا نحن نصنف الأيسومرز، تمام، عند عمل تصنيف للايسومر، هلا الايسومر بسيطه جدا. الايسومر كما هو واضح على الشاشه تنقسم الى قسمين. القسم الاول او النوع الاول كونستيتيوشنال ايسومر، اي بسموه ستراكشرال، هنفصل اكثر. ستيريو ايسومرز وتنقسم إلى نوعين، جيومتريكا اللي هي سيس ترانس، وأيضا اللي هي أوبتيكال إنانشومرز اللي هي دي أو ال اللي هي تبع الدور المستقبل. خلينا ناخذ واحدة واحدة. أول شيء اللي هي الكونستيتيوشنال ايسومرز اللي هي ستراكشرال اللي هي شكل البناء. ستراكشر يعني شكل. لو أجينا على مثال بسيط في اللي هي الكونستيتيوشنال ايسومرز، هنلاحظ ان مثال بسيط جدا. ركزوا على الامثله كويس. اذا انت فهمت المثال يكون الامر سهل. لو نظرنا الى هذا المركب، طبعا كلكم عارفين هذا المركب C5H12 اللي هو مين؟ البنتان. طبعا لعل السائل يسال، طبعا البنتان من الالكانات، هنعيد معلومات سابقه. لاحظوا كنا بنجيب اللي هو CnH2n+2، وبالتالي بيطلع عندنا عدد ذرات الكربون مثلا 5 × 2 × 10. اذا انا بكون مراجع معلومه سابقه. اذا الكان لو اجينا هاي الصيغه C5H12 C5H12، هنشوف كيف بدنا نرسم الأشكال، كيف بدنا نرسم الأشكال اللي هي الأيسومرز. لو أجينا لسلسلة مفتوحة، سلسلة مستقيمة، طبعا كلكم عارفين كيف ترسموها، 1 2 3 4 5، ثم نشبه الذرات اللي هي الكربون بالهيدروجين ويصبح عندي هذا الشكل الأولاني. هذا ايش؟ الأول. واضح؟ تمام؟ الكل يستطيع كتابة
الصيغ الشكل البنائي بهذا النوع. نيجي لشكل بناء آخر. نيجي لشكل بنائي آخر. لو جبنا مجموعة هنا مجموعة ميثايل كويس، ماذا يصبح المركب؟ خلينا نقرأ تمام؟ زي ما علمتكم اللي يسموه ميثايل بيوتان. ميثايل هي مجموعة ميثايل، مجموعة ميثايل، مجموعة ميثايل نسميه ميثايل بيوتان أو أيزو بنتان. أيزو بنتان إذا اختلف اختلفت الشكل أو اختلف الشكل، اختلف الشكل من واحد واثنين. طيب نيجي لشكل آخر تمام، حطينا مجموعة ميثايل ومجموعة ميثايل نقول عنه داي ميثايل بروبان، واحد ميثايل واحد اثنين داي ميثايل بروبان مثل إثبرو أو نسموه النيو بنتان. إذا هنا الصيغة الجزيئية واحد لكن الصيغة البنائية تختلف، هذا بنسميه اللي هو constitutional isomers. واضح المثال؟ يعني لو أجاك سؤال قال لك give an example for constitutional isomers، المثال واضح، أو ممكن أنا أحدد لك مثال آخر أنت تستطيع معرفته. مثال آخر على هذا النوع من الايسومرز، لو أجينا لحلقة البنزين فيها 2 كلور 2 كلور 2 كلور تمام؟ الصيغة الجزيئية خليكم مع بعض C6H4Cl2 C6H4Cl2. لاحظوا هنا في الموقع ايه؟ اورثو، هنا ميتا، هنا بارا. ايش ممكن نسميه في هذه الحالة؟ اورثو داي كلورو بنزين، ميتا داي كلورو بنزين، بارا داي كلورو بنزين. اذا اختلف الاستراكشر الصيغة الصيغة الجزيئية واحدة ولكن الصيغة البنائية تختلف. مثال آخر مثال آخر مثال آخر الآن ممكن مثال يختلف نوعا ما هنا لمركب واحد، لكن هنا إيش بتلاحظوا؟ لمركبين مختلفين. لو نظرنا إلى هذه الصيغة الجزيئية C2H6O C2H6O the same structure formula sorry the same molecular formula but different in structure and different in compound. يعني ممكن هذه الصيغة تعطيني كحول ممكن تعطيني ايش؟ ايثر. اذا اختلفت اختلفت هنا اختلاف كلي. اذا هذا المثال C6H5O ممكن يعطينا كحول ممكن يعطينا ايش؟ ايثر. اذا هنا بنسميها ايكوز. واضح؟ اذا نعيد كمان مره بالنسبه يا شباب يا طالبات الكونستيتيوشنال ايزومرز اللي هي كومباوند هاف ذا سيم موليكولار فورمولا بس ديفرنت ان ستراكشر فورمولا. وعندنا مثال، عندنا مثال اللي هو الميثان، وعندنا مثال اللي هو دايكلوروبنزين، وعندنا مثال اللي هو الكحولات والايثارات. هذا النوع الاول، هذا النوع الاول. نيجي للستيريو ايزومرز. ستيريو ايزومرز حنختصر فقط اليوم على الجيومتريكال بالنسبه للاوبتيكال لا حنختصر على الجيومتريكال ايزومرز. What we mean by geometrical isomers تمام؟ The same structure but the atoms in the space are different. يعني اتجاه الفراغ إلها ماله يختلف، يعني الاورينتيشن حوالين ذرة الكربون تختلف. ماذا يحدث في هذه الحالة في الجيومتريكا؟ إذا كان عندي في نفس السايد إذا كان مختلفين باتجاهين مختلفين. لاحظوا هنا هذا المثال ايش ممكن نسموه؟ واحد اثنين داي كلورو ايش؟ مثين ايثين تمام؟
وهذا نفس الشيء، اسمه نفس الشيء. لكن ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ هنا نفس الاتجاه وهنا اختلاف الاتجاه. دققوا معي في هذه النقطة. إذا كان نفس الاتجاه بنسميه سيس، إذا كان اتجاهين مختلفين بنسميه إيه؟ ترانس. إذن الجيومتريكال ايسومرز اللي هي الاورينتيشن راوند ذا كاربون دبل بوند ها ان ذا سبيس ار ديفرنت. إذا كان اتجاه واحد اتجاه واحد بنقول عنه سيس، إذا كان مختلفين بنقول عنه إيه؟ ترانس. هذا دققوا في النقطة هذه في كثير من طلابنا يجهل. هنا الخاصية الفيزيائية تختلف بالنسبة للميلتين بوينت للمركبات السيس. درجة الميلتين بوينت لها أعلى من الترانس. بالنسبة للسيس درجة الغليان لها أعلى من اللي هي الترانس. واضح الجيومتريكال أمور بسيطة جدا وأمور سهلة ما فيها أي صعوبة. تمام؟ إذا لاحظوا الأرينجمنت حوالي الكربون تختلف. إذا كان in the same direction بنقول عنه cis، إذا كان opposite direction بنسميه إيش؟ الترانس. النقطة الثانية الميلتنج بوينت لهما تختلف. السيس دائما درجة غليانه عفوا درجة انصهاره أعلى من درجة اللي هي إيه؟ الترانس. أما بالنسبة للأوبتيكال هذا طبعا مش الجولة إنها تختص ب اللي هي الضوء المستقطب والمركبات اللي هي عكس أو ضد أو ليفو ليف أو رايت. فقط نقتصر على هذه النوعين اللي هو الكونستيتيوشنال والجيومتريكال ايسومر. هذا كل ما يتعلق باختصار شديد بالنسبة للايسومر. طبعا في نقطة مهمة جدا، هذه النقطة كثير من الطلاب يسألني عنها اللي هي درجات الغليان. طبعا درجات الغليان مهمة جدا لمعرفة المركبات غليان المركبات العمودية. مثلا لو عايزين نعمل كومبينيشن او كومباريتن بين اورجانيك كومباوندز بالنسبة لدرجة مثلا على سبيل المثال لاحظوا انه فاطمة مهم جدا. لو عندي الكان CnH2n زائد 2 طبعا الكان، لو عندي انا ROH كحول الكان كحول، لو عندي RC double bond OH حمض كرمزي. لو سألنا سؤال وقلنا كيف يمكن مقارنة هذه المركبات مع بعضها البعض حسب درجة الغليان، لو أخذنا مثال بسيط جدا على الألكان تمام CH3 مثال آخر على الكحولات CH2OH مثال آخر على الحمض الكربوكسيليل CH3COOH. لاحظوا تقريبا عدد ذرات الكربون متساوية في هذه المركبة. طبعا الألكانات نظرا لعدم احتوائها على روابط سواء كانت هيدروجينيه أو روابط اللي هي أخرى درجة غليانها بسيطة لأنه فقط هاي المركبات نان مولر يعني غير قطبية، وبالتالي درجة غليانها بتكون هي قليلة. القوة الوحيدة الموجودة فيها هو لندن بينما الكحولات تحتوي على روابط هيدروجينية H bonding، وأيضا الحموض الكربوكسيلية تحتوي على H bonding. طيب نشوف اثنين هذول، إذا هذه عرفناها درجة غليانها قليلة
لانها غير قطبيه، والقوه الوحيده اللي موجوده فيها اللي هي قوه ايه؟ لانا او فان دير واس. لو نظرنا الى الكحولات فيها رابطه هيدروجينيه طبعا اشهر، والحمود فيها رابطه هيدروجينيه، لكن الحمود فيها 2 اتش بوندين، فيها 2 اتش بوندين، فيها 2 رابطه هيدروجينيه. اذا تكون تنقل الترتيب حسب الاعلى في درجه الغليان اللي هو مين؟ اللي هو الحمض الكربوكسيل رقم 1، الوحدات رقم 2، الالكانات رقم 3. تمام؟ يعني اذا هذه بتكون اعلى درجه غليان، ثم هذا ثم هذا. لو نرتب احنا، طبعا احنا رتبنا تنازلي، ممكن نرتب تصاعدي، ممكن نرتب تصاعدي كالتالي. بنقول اول شغله اللي هو الكان، ثم بعد ذلك اللي هو الحمود الكربوكسيل الكحولات، ثم الحمود الكربوكسيل. هذه النقطه مهمه جدا، والكل يراعي في هذه النقطه اللي هو درجات الغليان. اذا اول شيء في اعلى درجه غليان اللي هي الحمود الكربوكسيلي، ثم الكحولات، ثم مين اللي اقل اللي هو ايه؟ الالكانات. واضح الفكره؟ اذا انا في 2 اتش 1، انا في اتش 1، انا نان بولر، اذا حتكون درجه غليانها اقل. هذه النقطه سالنا فيها الطلاب كثير، وترتيب درجه الغليان. نقطه اخرى وهي لا تخلو اهميه عن النقطه هذه، سالنا الطلاب كثيرا جدا عن السبستيتيوشن ريأكشن، عن السبستيتيوشن ريأكشن، تمام؟ عن السبستيتيوشن ريأكشن، وخاصه في حلقه البنزين، وخاصه في حلقه البنزين. يعني على سبيل المثال البنزين، اي تمام، طبعا كلكم عارفين ان البنزين بهذا الشكل، طبعا هنا في اتش، وهنا 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 في اتش، اللي هو سي 6 اتش 6. تمام. ممكن نعمل سبستيتيوشن زائد مثلا سي ال 2، قلنا سي ال هي عباره عن سي ال. طبعا ضربه الهيدروجين اللي هنا بحل محلها ضربه كلور، والكلور بيطلع مع الاتش بيديني ايش؟ كلورو بنزين زائد اتش سي. هذا بسموها هالوجينيشن، بسموها هالوجينيشن او هلجنه زائد اللي هو اتش سي. اذا لاحظوا بالسبستيوشن انه في ذره حلت محل ذره، فبيصبح مركب اللي هو سي 6 اتش 5 سي ال كلورو بنزين. ممكن اخذ انا سبستيوشن اخر، ممكن اخذ سبستيوشن اخر مثلا هاي الهيدروجين عفوا زائد مثلا 3 اتش ان او 3 او واحده زي ما بدي. خلي هذا في الموضوع، تمام؟ طبعا هنا الان موضوع الثلاثة او اتش، طبعا حيكون في البوزيشن هذا وفي البوزيشن هذا بهذا الشكل، بهذا الشكل. طب يصبح مرتبي، خلينا عشان ما يجيش على الطرف، فيصبح مرتبي بهذا الشكل او اتش ان او 2 ان او 2. هذا من ابسط تفاعلات اللي هي ايه؟ السبستيوشن ريأكشن. الان ننتقل الى تفاعل اخر عشان نعمل كويك ريفيجن فور ذيس ريأكشنز،
تعمل اللي هي مراجعة سريعة لهذه التفاعلات. زي أن قلنا substitution، نيجي الآن للأديشن مثلا عشان نتابعه. الأديشن الأديشن رياكشن، تمام؟ الأديشن رياكشن طبعا لما نعمل احنا أديشن لازم يكون عندنا أقل شيء اللي هي رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية سي سي سي، تمام؟ مثلا أنا بتعمل اللي هي H و H في وجود مثلا H و S و 4، ماذا يحدث؟ طبعا رابط H أو عكس كلاهما صحيح، أو H H مع بريك ذا بوند مع اللي هي ايش؟ كسرنا الرابط سي 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 أو H H، تمام؟ هذا أبسط أمور الأديشن، كويس؟ آخر نقطة اللي هي الإليمينيشن، إليمينيشن إليمينيشن هو الحذف، تمام؟ الحذف إحنا بدنا نحذف، كويس؟ يعني مثلا في هذه الحالة لو أخذنا سي كحول H ناقص H2O برضه في وجود H2SO4 على حدة المية، لكن بدنا نشبع الرابطة وتصبح بهذا الشكل، بهذا الشكل، واضح؟ هذه تقريبا مجمل التفاعلات. يعني محاضرتنا اليوم كثير جيدة، كثير سهلة، ما فيها أبدا صعوبة، لكن إن شاء الله في المحاضرات الجاية هنتوسع أكثر كيف نقول الأمور طيبة وجيدة. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر في محاضرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.